هنا في بداية الشوط نبادر الحديث مع انطلاقة هذه اللحظات. وهنا يأتي مشاهد الكراش شعار سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سلطان بن عبد الله بن شر الخاطري، حيث يقدم لنا صغان في هذا التحدي الأول. بينما المركز الثاني وصل مخوف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المحنك سعيد بن راشد بن غدير. صغان في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر والمتابع، ياتي بسري بن سالم بن العرطي الحميري. بينما هناك سراب يحتل المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر مسهيل بن مبارك بن مرخان. والمركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، ياتي شاهين بقياده المضمر حمد بن علي العويسي يحتل المركز الخامس. هكذا النتيجه. بينما المركز السادس نقله الى هملول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيج بن سالم بالعرطي الحميري في التضمير. بينما المركز السابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر السيف بن احمد بن خريده هنا المبدع يحتل المركز السابع. المركز الثامن هجن العاصفة تقدم لنا مشرف يحتل المركز الثامن بقيادة حمد ورايد بن غدير. صغان في المركز التاسع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب وعتيج أو مسري بسالم العرطي الحميري. بينما المركز العاشر وصل شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوب وسعيد بن راشد بن غدير، يتولى عملية التضمير والتدريب. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الأعزاء في النداء الأول والنداء المميز في هذه الانطلاقة. نعود إلى البداية ونعود إلى صدارة هذا الشوط، حيث هناك لا تزال الأمور مشاهدين الكرام، ولكن حصل تغيير من خلال تواجد سراب على قمة هذا الشوط. سراب على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان، حيث تقدم هذا الانطلاق وهذا التحدي. المركز الثاني ننتقل مباشرة إلى صغان لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. بينما في عملية تضمير سلطان بن عبد الله بن شر الخاطري. والمركز الثالث مخوف من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر ويتابع في التضمير المحنك سعيد بن راشد بن غدير. صغان في المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ايضا مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز الخامس هملول ينضم الى قائمه الخمس المراكز الاولى لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. وشاهين في المركز السادس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، حمد بن علي العويسي المضمر. المركز الثامن هنا في هذه اللحظه. والمركز السابع هجن العاصفه تقدم لنا مشرف بقياده حمد بن راشد بن غدير. المركز الثامن هجن لسمو الشيخ سعيد بن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ها هو ياتي شاهين يضمر سعيد بن راشد بن غدير. والمركز التاسع هناك تقدم كذلك اخر من خلال هذا الاداء وهذه اللحظات المميزه في المركز التاسع. بينما المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر سيف بن احمد بن خريده. هذه النتيجه حتى هذه اللحظات. ولكن اعود الى بداية الشوط وأعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط. تبديلات مستمرة مباشرة، ولكن مخوف غير النتيجة وسار إلى صدارة هذا الشوط. مخوف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. بينما في عملية تضميره ياتي سعيد بن راشد بن غدير، لا زال يحتل المركز الاول. بينما صغان في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومسري بن سالم بالعرطي الحميري يليه في المركز الثالث. هملول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي الحميري في التضمير. المركز الرابع هناك عندك يا بالشر، ياتي صغان لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. هنا من خلال هذه اللحظات وسلطان بن عبد الله بالشر الخاطري من احد المضمرين او المحاربين القدامى. نعود الى المركز الخامس، سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر، والمتابع ياتي هنا سهيل بن مبارك بن مرخان.
المركز السادس في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم. ياتي مخوف الاوشاهين في عمليه التضمير. سعيد بن راشد بن غدير، هكذا كانت النتيجه. كيلو الاخير وعوده الى البدايه، لا يزال هملول مسيطر. مشاهدينا الكرام، كل السيطره على ناموسي هذا الشوط. هملول هملول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقياده المتمرس عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. أكيد متمرس من خلال أداء وفوز وناموس هملول في مشاركة هذا المساء. ما شاء الله تبارك الله، في هذا اللقاء في هذا التحدي حتى اللحظة هو المسيطر على المركز الأول هملول، بينما محاولات في المركز الثاني. بدأ الآن يقترب شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المحنك سعيد بن راشد بن غدير، ولكن سلهود يصل، سلهود لهجن الرئاسة، بينما في تضميره حمدان بن عوض بالشيله العامري يصل يحتل المركز الثالث إلى المركز الثاني وإلى المركز الأول. ولكن هملول حتى اللحظة هو المسيطر هملول، ولكن سلهود مشاهدين الأعزاء اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة. يا سلام، انطلق سلهود، هملول مسيطر، ولكن سلهود اللحظة الأخيرة، سلهود مشاهد الأعزاء لهجن الرئاسة ينتزع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس لهذه المؤسسة العملاقة، تهانينا للمضمر حمدان بن عوض بالشيل العامري. المركز الثاني هملول لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، شاهين في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، المركز الرابع صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، خامسا مخوف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم احتل المركز الخامس في لقاء هذا الشوط. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني امامكم على شاشه التلفزيون، نعود 7 دقائق 54 ثانيه وجزئين من الثانيه. تهانينا والناموس لهجن لسموش لهجن الرئاسه على الفوز بالمركز الاول مع سلهود، والى المضمر حمدان بن عوض بتشيل العامري، بينما المركز الثاني حل هملول لسمو الشيخ راشد حمدان بن رايد المكتوم. تهانينا على الفوز والانتصار، تهانينا المضمر عتيج بن سالم العرضي. 7 دقائق 54 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا لعتيج بن سالم العرضي الحميري، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء وصل من خلال هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورادة المكتوم بقيادة سعيد بن راشد بن غدير. 7 دقائق 55 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية هو توقيت الزمني. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام على هذا الانتصار.